يقول أحسن الله إليك في سؤاله: من هم الصوفية؟ هذا يأتي. الصوفية هم الذين يتعبدون لله على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتهدون في العبادة على غير طريقة الرسول، ويزعمون أنهم لا يحتاجون إلى الرسول، أنهم يأخذون عن الله مباشرة. هذا سيأتي إن شاء الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.